تغادر سريرك وتقفز 8 أمتار عبر مسكنك الجوفي. تصرف المياه الرمادية من حوضك لدفيئة صغيرة لخضرواتك، وبعد أن ترتدي بزتك تعبر أنبوباً لتذهب لفحص المولد. الظلام دامس في الخارج مثلما كان منذ 12 يوماً. إنه ليس سيناريو ما بعد نهاية العالم، بل مجرد يوم آخر من الحياة على القمر. وبفضل فكرة وكالة الفضاء الأوروبية بتأسيس مخيم على القمر بحلول عام 2020، قد يحل ذلك اليوم أقرب مما نظن. لن يكون العيش على القمر سهلاً بالطبع، فالمخيم المنشود سيكون أشبه بقاعدة بحث مأهولة كتلك الموجودة في أماكن مثل القطب الجنوبي. توجد عوائق للعيش على القمر أكبر من برودة الطقس، وأكبرها هو الإشعاع الكوني. فعلى عكس الأرض، ليس للقمر غلاف جوي أو مجال مغناطيسي، ويمكن لشخص على سطحه التعرض لأكثر من 400 ضعف من الجرعة القصوى الآمنة من الإشعاع الأيوني الثقيل، وهو ما يكفي للتسبب بموته في غضون 10 ساعات حتى إن كان يرتدي بزة فضاء. أول خطوة هي استخدام روبوتات وطابعات ثلاثية الأبعاد لبناء موائل مغطاة من تربة القمر أو ملاجئ داخل كهوف تشكلت من قنوات حمم النشاط البركاني للقمر. لكن كيف سيعيش سكان القمر؟ سنضطر لاستيراد المؤن من الأرض بداية. تتطلب زراعة النباتات تربة دفيئة وهواء غنياً بثاني أكسيد الكربون النادر على القمر، ولكن يمكن تصنيعه من مواد معاد تدويرها. يمكن إمداد محطة لمعالجة المياه بجليد يستخرج من المناطق القطبية بمثقاب متخصص يمكنه الحفر لمترين تحت سطح القمر. كما سيتعين استيراد جراثيم وفيروسات حميدة ضرورية للجهاز الميكروبيومي والمناعي للبشر أو تصنيعها هناك. سيضطر سكان القمر للتمرن لساعات يومياً لحفظ كتلة العظام والعضلات، لأن جاذبية القمر لا تعادل سوى سدس جاذبية الأرض، والإجهاد اليومي لمقاومة الجاذبية هو جزء مما يحفظ صحتنا. قد يبدو غريباً تكبد العناء لبناء قاعدة على صخرة ميتة سبق لنا زيارتها، لكن بعثات أبولو من ناسا لم تستكشف سوى أجزاء صغيرة من القمر، واكتشفنا الكثير مذاك كالثلج قرب قطبيه وجزيئات غازات الريح الشمسية التي تعود لمليارات السنين. يتبين أن القمر يزخر بكثير مما يعرفنا بتاريخ نظامنا الشمسي، ويمكن لتلسكوب راداري على جانبه البعيد رصد الكون بمنأى عن التداخل الكهرومغناطيسي للأرض. سطح القمر غني أيضاً بمعادن مثل السيليكون والألمنيوم والمغنيسيوم، تبشر بفرص اقتصادية عظمى للتعدين. لكن المنفعة الكبرى لمخيم القمر قد لا تكون على القمر، بل ما وراءه، لأن أقرب عالم مأهول على بعد سنوات ضوئية، ولأن محطة الفضاء الدولية ستتقاعد في قرابة عقد، ستكون قاعدة القمر أول خطوة لنا في السكن على كواكب أخرى. تتصور مقترحات مثل بوابة الفضاء العميق إطلاق بعثات مستقبلية من مدار القمر، لأن قوة جاذبيته الأقل تتطلب وقوداً أقل، ما يسمح بإطلاق سفن أكبر بحمولة أكثر. كما يمكن أن تكون قاعدة القمر حقل تجارب لعمليات الفضاء المستقبلية ومحطة للتزود بالوقود ومستودع مؤن أيضاً. بعدما أعربت أوروبا وروسيا والصين وأمريكا عن اهتمامها بمخيم القمر، فقد يشارك فيه وكالات فضاء وشركات خاصة من كل الدول الكبرى. في غضون عقود معدودة، قد يشهد القمر عمليات تعدين ومحطات بحث ومسارات للسياح وساحة بناء تحت مرفأ فضائي دوار. ربما زرنا القمر، لكننا الآن أقرب من أي وقت لجعله موطناً للبشرية. سارع بالاشتراك في هذه القناة لتكتشف سحر التاريخ وتستمتع بمغامرة في الفضاء الخارجي وتسبر أغوار الفلسفة التي تثري العقل وتعثر على إجابات عن الأسئلة الأكثر عشوائية التي تراودك عن جسمك، وأكثر من ذلك بكثير. تابعنا وأشبع فضولك.